إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري من مدينة العرائش مع البطاوي. إذن نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام متابعين الأوفياء في هذا البث المباشر، وتحية لجميع متابعي الأوفياء سواء داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى انكم تكونوا مزيان اكيد، وكنتمنى انكم تتفاعلوا معنا في هذا الموضوع، وكذلك اننا نناقشوا جميع بعض المواضيع كذلك، ولما لا نديروا واحد دردشة خفيفة قبل ما نبداو الموضوع ديال حلقة اليوم. اذا معكم محمد البطيوي من مدينة ديال العرايش، كنتمنى انكم تعرفونا بكم وبالمدن اللي كتنتميو ليها، ونشوفوا اغلب المدن اللي حاضرة معنا هنا كذلك سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في البث المباشر. إذن كما قلت متابعينا الأوفياء، مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. أكيد متابعينا الأوفياء متابعين قناة شوف تي في راه الحمد لله مغطيين العالم كامل، وان المتابعين ديالنا راه في العالم كامل الحمد لله، وكل واحد منين كيشاهدنا ومنين كيتبعنا. اذا مرحبا بك، مرحبا بكم جميع في هذا البث الحصري والمباشر. رايكم بالوحش الادمي اللي اغتصب، الوحش الآدمي اللي تكرفص على طفلين قاعة الألعاب بلاي ستيشن بمدينة العرائش؟ غادي نحكي لكم أكيد القصة، ولكن قبل ما نحكي لكم القصة متابعين الأوفياء، كنتمنى أنكم تتفاعلوا معنا في هذا البث الحي والمباشر، وكذلك نوجه نداء للآباء والأمهات باش يردوا البال ويكونوا على بال الأبناء ديالكم، الأبناء ديالهم للأسف الشديد، لأن كنا أناس بدون ضمير يتعداو على أطفال أبرياء للأسف الشديد. إذا كما قلت متابعي الأوفياء، كاين أطفال أبرياء للأسف الشديد كيتعداو عليهم ناس بدون ضمير في مدينة ديال العريش. للأسف كانت تقدر توقع الكارثة الحمد لله لولا يقظة بعض الأمهات في المدينة القديمة، وبالضبط بحي القصبة. حي القصبة كاين كيتواجد تما واحد قاعة ديال الألعاب بلاي ستيشن، فيها واحد الشاب تقريبا عنده 28 سنة أو 23 سنة، كان هو اللي مقابل ديك القاعة أو ديك بلاي. كانوا كيجيو عنده أطفال مختلف الأعمار ديالهم، كل واحد والسنين ديالو، كل واحد والأعمار ديالو، قدر أنه يدير علاقات مع الأطفال، قدر أنه يتواصل مع الأطفال ويجبدهم من عنده ويكونوا ضحايا ديالو للأسف الشديد. هاد الأطفال متابعين الأوفياء، كنتمنى أنكم تبارطاجيو البث المباشر والحصري باش نحاولوا أننا نوجهوا رسالة للأمهات والآباء باش يردوا الأبناء، باش يردوا البال للأبناء ديالهم، لأن كلا أناس بدون ضمير، وناس ما عندهمش إحساس يقدر يتعدى على الطفل ديالك أو الطفلة ديالك، وما فيها بأس. حنا كنحاولوا أننا نوعيو ونحاولوا أننا نعطيو رسالات، نعطيو نصائح كذلك لأي واحد كيفكر أنه يتعدى على طفل أو طفلة. كما قلت نكمل الحكاية ونكمل الرسالة، أو للأسف بعض الكلمات كتخوني متابعين الأوفياء، لأن هذا الشيء هذا هو الأكثر للأسف الشديد، وخاصة ما يسمى بيدوليف اللي كتعداو للأطفال الصغار. شنو الذنب ديك الطفل الصغير أنك تتعدى عليه؟ أكيد أنك كتكرفص وكتضيع، كتحرمنا من مستقبل، لأنه يقدر يكون عندنا واحد المستقبل اللي هو مستقبل شواذ،
مستقبل لهذا كينتقم من هذا، وهذا كيأذي هذا للأسف الشديد. إذا نرجع للحكاية باش نحكي لها، المسبي الأوفية اللي قالها شوف تي في، وهذه واقعية وقعت في مدينة العرايش للأسف الشديد. هذه المدينة الرائعة والمدينة الجميلة، ولو كيوقعوا فيها الكوارث بزاف، وكنتمنى أن الأمور ترجع كما كانت، وأن المدينة الحمد لله معروف عليها بالأمن والأمان والاستقرار، ومدينة تاريخية، مدينة سياحية، مدينة جميلة. ولكن للأسف الشديد اللي يوقع فيها مؤخرا كارثي بكل المقاييس. كما قلت متابعين الأوفياء، اللي يوقع في مدينة العرائش وبالضبط بالمدينة القديمة بحي القصبة، كاين كيتواجد تما واحد قاعة ديال الألعاب. ديك القاعة ديال الألعاب فيها واحد الشاب تقريبا 20 كان كيجيو عنده الأطفال من 5 سنوات إلى 18 سنة، يجيو يلعبوا تما في بلاي، تكون واحد المنافسة بيناتهم، يكون واحد الأطفال فين يضيعوا الوقت ديالهم وفين ياخدوا الراحة ديالهم. ولكن للأسف الشديد هذا الشاب استغل الضعف، طيبوبة، استغل الفقر ديال بعض الشباب اللي كاين وبعض الأطفال اللي كاين في ديك المنطقة. طوروا متبعين الأوفياء أنه كان كيعطيهم كريدي، وكان كيعطيهم فلوس، كان كيقول لهم شوفوا خدوا اللي بغيتو، باغيين تلعبوا اجي لعب باطل ماشي مشكل. يعني استغل الطيبوبة ديالو. تصور ان الطفل عنده 15 سنة كان يجي بشي عنده يخليه، يعني كيضمنو كما كنقولو يخليه يلعب في بلاي اليوم تقريبا جوج سوايع، غدا ساعة، بعده جوج سوايع، 3 سوايع، يلعب مجانا باطل بدون مقابل. ولكن من بعد للأسف الشديد يحاول انه يستدرجه معاه للدار للسطح باش يلعب معاه، لانه بحسب ما قال لي ديك الطفل انه كيلعب رياضة، يعمل رياضة ديال جيمباز او رياضة ديال المهم كرياض في رياضة معينة. ولكن مين كيطلع معاه كيتفاجأ انه باغي يتكرفص عليه، باغي يتعدى عليه شاب. والطفل عنده تقريبا 15 سنة، كان يقد وحاول أنه يوقف له في وجه هذا المعتدي، قدر أنه يهرب. هذه قصة من الواقع للأسف الشديد. ولكن الطفل هذا اللي عنده 15 سنة نجاه الله وحفظ الله باليقظة ديالو، وقدر أنه يهرب ومشى عند الأم ديالو وعاود لها اش وقع. أكيد أن الشاب عنده ضحايا للأسف الشديد، وأنه يمارس عليهم كصورهم للأسف الشديد. صور أنه يمارس على طفل عنده 14 سنة أو 10 سنوات أو 15 سنة يمارس عليه وهو كصوره، شيء كارثي بكل المقاييس للأسف الشديد، شيء فظيع اللي ولينا كنسمعوه له، اللي ولينا كنوصلوا له للأسف الشديد في هذا الوقت. يعني إنسان بدون رحمة، إنسان بدون شفقة. كما قلت لكم راه الضحايا ديال هاد السيدة دي السيدة دي عفوا عنده مجموعة ديال الضحايا، وأن حتى الهاتف ديالو ما بغاش يفتحو الشرطة القضائية بالمدينة ديال العريش. وهاد الهاتف يتضمن فيه مجموعة ديال الصور وفيديوهات فيهم كيمارس الجنس للأطفال للأسف الشديد. تصور انه من يدخل مع الدري البيت يخلي التليفون شاعل او كاميرا كما قال لي الطفل اللي عاود لي، يخلي الكاميرا شاعله، عنده كاميرا تما، يحاول انه يسترجو، يحاول انه يتعدى عليه، يكسب له الحياة ديالو. من بعد ما تم الاعتقال ديالو كنوجهو تحية للشرطة قضائية بمدينة العرائش على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها. تم توقيف هذا الشاب هذا فجأة، واحد الطفل عنده 15 سنة كان تعدى عليه، ولكن للأسف دمر نفسيا، بقى معزول، دائما معزول على الأطفال، معزول على الشباب، ما كيحاول أنه يقرب من حتى واحد. ولكن الناس ديال الحي
من ساقو الخبر انه تعتقل، ان ذاك الشاب خرج للحومه وبدا كيغوت، حتى انا تعدى عليا، حتى انا تكرفص عليا، حتى انا اداني، يعني انفجر قوة الصبر اللي كان فيه. هادشي كنحاولوا اننا نوصلوا المتبين الاوفياء باش يكون باش يردوا البال وياخذوا الاحتياطات اللازمه من الابناء ديالهم، لان ما تيخش في اي واحد، بقى يكون قريب ولا بعيد. رد بالك ديما لولادك، ولادك يكونوا حداك، مشى يلعب في بلاي، مشى يلعب في قاعة الألعاب، مشى للبيار، مشى للمكان، مشى الملعب، نمشي معاه، نكون حداه، نراقبه، لأن الوقت ولا خايب. كاين وحوش أدمية للأسف الشديد كتعتدي وكتتعدى للأبناء ديالنا، لأن هادشي هذا اللي ولا مؤخرا وكتر بزاف ولا كارثي في كل المقاييس للأسف الشديد. وكنتمناو من السلطات أنها تدخل بقوة وتكون أحكام قاسية في حق الناس هادو اللي كتعدى على الأطفال واللي كتحرمهم من الطفولة، وكذلك كتقضي على المستقبل وكتخلق لنا مستقبل ديال الشواذ. من خلال التحريات اللي عملت وصلت أن ديك الـ20 اللي كيتعدى على الأطفال، واللي على حساب ما سمعت أن كاين ضحايا كثار للأسف الشديد، حتى هو كان سبق له تعدوا عليه وتأذى في الصغر ديالو. إذا أي واحد تعرض للاعتداء، تعرض أي واحد تعرض يعني للاغتصاب، أي واحد تعرض للتحرش، فكونوا أكيدين أنه غادي يتعدى لنا الأطفال ديالنا، كونوا أكيدين غادي يتعدى لنا الجيران ديالنا، كونوا أكيدين غادي يمشي يقيس الطفل من الأطفال ديالنا. نحاول نرد البال ونكون على بال، وما فيها بس إنسان يعمل احتياطات ويراقب الأبناء ديالنا، لأن الشيء اللي ولا كيوقع للأسف كارثي بكل المقاييس. إذا أنا متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، كنوجه لكم الشكر والتحية عبر قناة شوف تي في. هذه رسالة لكم، ردوا البال لأبناء ديالكم وحضيهم، ما فيها بأس الإنسان يتبع الأبناء ديالو ويشوف فين مشى وفين جا ومع من كان، وما يدير ثقة حتى واحد. هذه قصة واقعية وقعت في مدينة العريش، بالضبط في حي القصبة، المدينة القديمة، قصة واقعية. ولا مشاو اكيد انهم غادي يفتحوا التليفون وغادي يعرفوا الفيديوهات اللي كاين، ولكن للاسف الشديد قد تكون صدمه قويه، لان الضحايا ديال ديك الشاب العشريني لا تعد ولا تحصى للاسف الشديد، كاين ضحايا بزاف ديك الحي. اذا نطلب الله السلامه للجميع، وكذلك جميع ابناء المتبعين الاوفياء وجميع المسلمين كذلك المتبعين الاوفياء. ما فيها بس ان الانسان يرد البال ويكون على بال من الاحتياطات ويراقب الأبناء ديالو. إذا شكرا لجميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، في هذا البث المباشر والحصري، وتحياتي للجميع.